السلام عليكم، معكم نضال أيمن من ولاية جيجل، ممثل الجزائر في مسابقة منشد الشارقة طبعة 12/2019. الحمد لله أنا الحال الآن في النهائي. طبعا نبدأ اليوم التصويت، وبالتالي أنا حبيت الحق منها من منبر قناة النهار نوجه رسالة للشعب الجزائري إنه إن شاء الله يكون معانا وإنه يدعمنا في التصويت إن شاء الله على الحق، وإحنا ثقتنا فيه كبيرة، إن شاء الله ما يخيبنا إن شاء الله، وإن شاء الله كلنا نخدم إن شاء الله في الشرف والجزائر إن شاء الله. وطبعا رابط التصويت وكيفية التصويت راح تكون مبينة في صفحتي أنا على الفيسبوك نضال أيمن بالعربية والفرنسية، وعلى صفحة القناة. وتحياتنا لكل الجمهور الكريم الذواق، والسلام عليكم.